بسم الله الرحمن الرحيم. لا صوت يعلو عن صوت مباراة السوبر الأفريقي ما بين نادي الزمالك ونادي الترجي. أكيد مواجهة مهمة جدا، الفرقتين على انتظار ليها إن شاء الله يوم الجمعة الساعة 6 بتوقيت مصر. أكيد مواجهة الناس كلها مترقباها، طبعا أكيد بنتكلم على بطل دوري الأبطال وطبعا نادي الترجي وطبعا نادي الزمالك بطل الكونفدرالية السنة اللي فاتت. وكنت حابب إن إحنا قبل الماتش، يعني على غير عادتنا في الترند يلا كورة، نعمل زي بريفيو للمباراة طبعا عشان تبقى الناس شايفة المباراة من المنظور التاريخي والإخباري برضو، حتى برضو الجزء الفني هنتطرق ليه بكل تأكيد. تاريخيا المفروض نادي الزمالك طبعا نادي الترجي تقابله 8 مرات، ربما البداية كانت لصالح نادي الترجي اللي يفتكر طبعا مواليد الثمانينات، يفتكروا فاينل سنة 94 طبعا الشهير، مبارتين، واحدة كانت في استاد القاهرة خلصت 0-0، مباراة العودة طبعا التاريخية طبعا الله يرحمه بقى الهادي بالرخيصة لاعب الترجي الشهير شارك في المباراة دي وجاب أحد أهداف الترجي الثلاثة اللي كسب بيها طولا. الترجي كسب 3-1 في الإياب وخد الفاينل. لكن رغم البداية القوية لنادي الترجي، بعد كده نادي الزمالك بقى كعبه عالي جدا جدا على الترجي في بقية المباريات، وبعد كده حقق عليه 4 انتصارات، أول انتصار فيهم في 2002 نفتكر المباراة الشهيرة تلعب الساعة 3 العصر في دور المجموعات، كان مباراة فاصلة، كان نادي الترجي محتاج يكسب فيها الزمالك ونادي الزمالك كان محتاج برضه يكسب. كابتن مدحت عبد الهادي جاب هدف فوز الوحيد. لكن أقرب مباراة بصراحة أنا بحبها بقى للزمالك والترجي في تونس كانت مباراة بتاع الكابتن حازم إمام دوري أبطال أفريقيا 2005، ماتش العودة كسبه الترجي في تونس 2-1، رغم إن الترجي كان هو كسبان الشوط الأول 1-0، واحدة من أحلى المباريات لنادي الزمالك في تونس. وبالتالي نادي الزمالك رغم البداية قوية الترجي بعد كده زي ما قلت إن هو يكسبه 4 مباريات التاريخية ما بين الزمالك والترجي. لكن إحنا برضو بعيد عن المواجهات التاريخية عندنا مباراة خاصة ما بين باتريس كارتيرون طبعا ومعين الشعباني، وباتريس كارتيرون طبعا أكيد قابل معين شعباني 3 مرات. اول مرتين احنا عارفينهم طبعا النهائي الشهير ما بين الترجي والنادي الاهلي، كان كارتيرون هو مدير فني للنادي الاهلي، وهيفضل طبعا كارتيرون بنتذكره في المباراه الاولى لما قال لازارو قطع التيشيرت هدف عتمنها في مباراه العوده لما الترجي قدر ان هو يعوض الذهاب 3-1 وكسب 3-0. لكن كارتيرون بقى لما راح الرجاء قدر يعني ياخد بالطار من معين شعباني لما تحول ليه ان هو يدرب نادي الرجاء البيضاوي، وقابل الترجي في السوبر الافريقي وكسبه 2-1، وساعتها يعني كارتيرون نقدر نقول ان هو لحد ما يعني قدر ان هو ياخد بالطار. يعني ده في البدايه كده حاجه يعني نوستالجيا للمواجهات التاريخيه ما بين فرقتين، وبرده مواجهات كارتيرون ومعين شعباني. طبعا معين شعباني خلي بالكم كان لعيب في الترجي طبعا برده في جيل التسعينات، وفي مباراه الذهاب بقى انا قلت لكم مباراه الهيئه 2005 العودة لما كانت حزان جاب الجون الثاني 2-1، لكن في ماتش الذهاب خلص 1-1. كان الماتش ده كان في المقاولين العرب، الزمالك اتقدم محمد عبد الواحد من ضربة ركنية لفت في المرمى، ومعين شعباني جاب هدف التعادل من ضربة رأسية، ده الهدف الوحيد جابه معين شعباني في الزمالك كلاعب، ووقتي هو النهاردة بيواجهه كمدير فني. القائمة طبعا بدون تأكيد هي كانت الشاغل الأساسي لينا كإعلام مصري، أكيد كارتيرون خد قائمة عليها كلام كتير. أول حاجة هنتكلم عليها طبعا خط الهجوم كارتيرون استبعد 2 رؤوس حربة من القائمة واكتفى بس بمصطفى محمد، وهنا أكيد طبعا التركيز واضح من كارتيرون على نص الملعب والدفاع، بس نص الملعب هو إلى حد ما اللي هو ممكن يبقى أكتر. ليه؟ لأن احنا بنتكلم أنت في معتمد بس على رأس حربة وحيد، وأكيد هتحط في دماغي إن أنا احتجت أوظف لاعب تاني هيبقى يوسف أوباما. شفنا يوسف أوباما بيعمل الدور ده بشكل مميز قوي، ونفتكر مثلا هدف مباراة نادي الإسماعيلي الأخيرة القطعة اللي قطعها من امام منطقه الجزاء مهاجم صندوق يوسف اوباما بيعملها بشكل جيد جدا. لما بيلعب مركز 10 بيقدر ينضم لمصطفى محمد كسترايكر تاني وبيعمل الدور ده، وبالتالي هنا كارتيرون ممكن يكون فكر من حته ان انا مش محتاج كاسونجو ملوش دور معايا وعمر السعيد برده ملوش دور معايا، انا هكتفي مصطفى محمد، واذا احتجت ان انا العب بمهاجم تاني هدخل معاه يوسف اوباما، ويبقى كل الفكره عندي على الاطراف، لان معظم اللعيبه اللي موجوده زيزو بيلعب على الطرف بخلاف ان هو بيلعب خط الوسط، ونجم طبعا نجم في وجهه نظر نجم مباراه الاسماعيلي الاخيره شيكابالا طبعا موجود واسلام جابر موجود واشرف بن شرقي، كلها اوراق يقدر كارتيرون ان هو يستخدمها في المباراه بخلاف طبعا اكيد ثنائي خط الوسط طارق حامد وفرجانسيس. النقطه بس الوحيده اللي انا عايز اقولها لنادي الزمالك، واحده من المشاكل اللي انا شفتها للفريق مع كارتيرون
عكس الفترة اللي كنا شفنا عليها الفريق السنة اللي فاتت مع سباسيان جروس. الفجوات كبيرة بتدي مساحة اللي قدامك ان هو يلعب. لعيبة بعيدة عن بعضها يعني مش قريبة في نفس الوقت. ساعات لما الفريق يعني بيعجز ان هو يلعب يعمل البيلدينج اب بتاعه بيعتمد على الكرات الطولية. خلينا نقول لكم برضو رقم في ماتش الاسماعيلي، الناس بتتكلم باتريس كاتونا ما بيعيش كرات طولية، لا نادي الزمالك بيعمل 52 كرات طولية في المباراة الواحدة، ده رقم كبير جدا. برضو الترجي ساعات بيعملها بيوصل 45، بس رقم نادي الزمالك معدي 50، ده في وقت الاوقات بيبقى طويل وبيبين ان الفريق ما عندوش الامكانيه ان هو يخترق فبيلجا للكرات الطوليه. اهم حاجه نادي الزمالك ياخد باله منها انه لازم طبعا يخلي باله من الفجوات اللي الواسعه الشاسعه اللي بنشوفها دايما في الفريق في الشوط الاول. يعني دايما بنشوف نادي الزمالك اللعيبه ممكن تكون بتفوق في الشوط الثاني شويه، بس في الشوط الاول في البدايات ربما المنافس بياخد افضليه عليهم، ودي نقطه طبعا لازم نادي الزمالك ياخد باله منها. لكن على الناحيه الثانيه طبعا نادي الترجي اكيد كان اكبر خبر احنا تابعناه خلال ال 10 ايام الاخيره هو غياب المدافع الجزائري، مدافع مهم جدا لاعبه فاكس طيف السابق عبد القادر بدران، ده اللي كلنا قلنا ان هو مش هيلحق بالمباراه، ولكن انا فوجئت على المستوى الشخصي ان هو في قائمه المسافره مع الفريق. ويعني لسه نشوف اذا كان فعلا هل هيبقى زي بقيه لعيبه الزمالك اللي استبعدوا وسافروا، ولا هو فعلا الاصابه ما هتمنعه من مباراة او الجهاز الطبي قدر ان هو يخليه يلحق. احنا في انديه تونسيه خلي بالكم، انديه تونسيه من اكتر الانديه في العالم اللي بيسربوا اخبار مغلوطه قبل المباريات عشان يخليك مش متابعهم او مش عارف حالتهم الاخيره هيواجهوك بيها. هم يعني مشهورين جدا جدا بالموضوع ده، والنجم الساحلي ياما عملها مع النادي الاهلي. فطبعا قدر بدران هو اكيد ورقه مهمه جدا في دفاع نادي الترجي، بس انا اتمنى انه ما يلعبش. ليه بقى؟ عبد القادر بدران من ساعه ما غاب في المباراه الاخيره، المباراه اللي فعلا نقدر نقول نادي الترجي دفع الثمن فيها كان مباراته الاخيره قدام اتحاد تطوان وتعادله 1-1. رب اتحاد تطوان هو يعني في مركز متاخر جدا جدا في الدوري، والترجي طبعا حاسم الدوري بشكل كبير، لكن تعادل ليه بغياب عبد القادر بدران؟ كان واضح جدا ان هو مؤثر ونزل بداله طبعا خليل شمام. خليل شمام طبعا لاعب كبير جدا وهو كابتن نادي الترجي، بس اكيد غياب عبد القادر بدران اثر كتير على الفريق. لكن في بقى لعيبه لازم نخلي بالنا منهم جدا جدا جدا. هركز في البدايه على اثنين لعيبه. اول واحد المهاجم ابراهيم قطار، المهاجم الاقواري، مهاجم خطير جدا، واللي شاف ماتش الرجاء في المغرب والجون الثاني هو جابه حاجه بجد، مهاجم قوي قوي، محطه لعب وسريع. يعني احنا كان دايما محطه لعب بره المنطقه ساعات ما بقاش عنده السرعه ان هو يلحق يخش جوه منطقه الجزاء. ابراهيم قطار بيعمل الكلام ده بشكل جيد جدا. واللاعب الثاني حمدو الهوني، اللاعب الليبي، لاعب مميز جدا جدا، وجابوه من افش البرتغالي، لعيب مهاري قوي، بلاي ميكر مميز جدا، لازم نخلي بالنا منه. مفتاح لعب الترجي واذا اتمسك بشكل جيد واتمنعت الكوره انها توصل له بسهوله، او حتى هو استلم الكوره وضغط عليه بشكل متواصل، اكيد هيفرق مع نادي الترجي. وبعد كده طبعا اكيد دول اول اثنين مهمين جدا عندي في الترجي. لكن طبعا اكيد فوساني كوليبالي لعيب خط الوسط، اكيد لعيب مميز برده، واحنا طبعا عارفين كوليبالي شفناه قدام النادي الاهلي بخلاف يعني حمدو الهوني وابراهيم قطاره، دول لسه هم جايبينهم طبعا بعد ما الفريق تخلى يعني عن سعد بكير ومجموعه من اللعيبه اللي شفناها قدام النادي الاهلي، خلاص كلهم اللي راح اوروبا واللي راح الخليج وبالاخص في السعوديه، هم جابوا مجموعه من اللعيبه الكتيره الجزائريين. يعني خليني اقول لكم عبد القادر بدران، والياس شيتي، بن غيس برده لعيب مهم جدا بيلعب مركز 8 في خط الوسط، مجموعه من اللعيبه الجزائريين بصراحه ادوا الفريق شكل مميز جدا السنه دي، وطبعا خلوه يتاهل دور الثمانيه. ده ببساطه كده كنا انا كنت حابب اعمل بريفيو لمباراه الزمالك والترجي ان شاء الله هتتلعب بكره، وباذن الله بعد مباراه واحنا بنحلل ترند يلا كوره نبقى بنبارك نادي الزمالك الفوز بالسوبر الافريقي. شكرا جزيلا كريم سعيد.